لواء احفاد عمر تابع لفرقة الحمزة يقوم بدك عصابات دواعش على جبهة عين ذكر بتاريخ 24/1/2017. لواء احفاد عمر ولواء شهداء انخل تابعين فرقة الحمزة يقوم بدك عصابات دواعش على جبهة عين ذكر بتاريخ 24/1/2017. أشهد أن لواء أحفاد عمر تابعين فرقة الحمزة يقومون بدك إصابات الدواعش في منطقة عين ذكر قذائف الهاون.